أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في أي فرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة، أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ أيوة، انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا وحلقه جديده وبرنامج المرايه. امبارح اتكلمنا عن الصدمات، عن موضوع الصدمات، ازاي ممكن نخرج من الصدمات وازاي ممكن نعديها. لكن المشكله ان في ناس كتير ما بتقدرش تخرج من الصدمات دي وبتقف حياتها عند حته معينه، ومع ذلك بتقول لعله خير. هل فعلا لعله خير؟ ان شاء الله ده هيكون موضوع حلقتنا النهارده باذن الله، بس عايزين نستنى مكالماتكم واستفساراتكم في الجزء الاخير من الحلقه. ان شاء الله هتنزل الارقام على الشاشه لو حد عايز يستفسر او يسال على اي حاجه، او على الصفحه الخاصه بالقناه، بس هنجاوب عليها بكره ان شاء الله. وحابه برضو افكركم بسؤال الحلقه وهيكون في اخر الحلقه، وتبعتوا لنا ان شاء الله الاجابات مجمعه، والجوائز هتكون مقدمه بالاكاديميه الدوليه للتطوير الذات. ولسه برضو منورانا ودايما على ميعادها معانا الدكتورة جيهان حسين، استشاري نفسي وأسري ومؤسسي ومدير ومؤسس الأكاديمية الدولية لتطوير الذات. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. الحمد لله. إحنا عايزين بقى النهاردة نشوف موضوع لعله خير، نفهم هل فعلا في خطوات معينة للخروج من الصدمات، وعلاقة كلمة لعله خير بالموضوع إيه؟ جميل. هو بصي، بالنسبة لعله خير، للأسف هتلاقي الناس اللي النتيجه بتيجي على هواها، او زي ما كانت متردده شويه وتقول لك انا اصلا كان نفسي الامتحانات تتاجل، فيجي كورونا مثلا تقول لك يلا لعله خير. لكن لو مش على هواها ومذاكره وجاهزه وكانت عايزه، تلاقيها تتعصب وتقول لك ليه حصل معايا كذا وكذا وكذا وكذا. واحده كانت محضره في امر ما، فتيجي الموضوع يقفل معاها جواز مثلا، فتقول لعله خير. هي بتظن ان هي مسلمه الامر لله، او ان هي شايفاه فعلا خير، وهو ممكن ما يكونش كده خالص. ده هي يكون اتباع هواها، ان هي بس شافت الموضوع ماشي على هواها. يعني لولا ان وافق هواها ما كانتش قالت الكلمه دي. ودي قضيه صراحه خطيره جدا، يعني في قضيه المرايه بقى ورؤيه النفس اللي احنا بنتكلم فيها. اكتر حاجه مشكله يعني ان احنا مش عارفين نفسنا، احنا بنضحك على نفسنا كمان، مش بنضحك على الاخرين. ان انا بعيش في دور ووهم ان انا انسانه كويسه، وان انا مسلمه الامر لله، وان انا راضيه بقضاء الله، وانا مش راضيه ولا حاجه. مش جوايا. لان لما بتيجي الامور، يعني هنقول ايه مثلا، واحد كان نازل رايح مشوار، وبعدين عربيته عطلت فما راحش، فزمايله مثلا في نفس الطريق عملوا حادثه على الطريق، فيهم اللي مات وفيهم اللي دخل المستشفى وفيهم كذا. هو الاول كان متعصب جدا ان عربيته عطلت، هيبتدي يقول ايه؟ لعله خير. لكن بقلب دلوقتي جميل. لكن هل هم بقى اللي مات واللي حصل له حادثه مش خير؟ لا اكيد خير. هي دي بقى الفكره، ان انا لما بقعد اقول ده ربنا نجاني لعله، يبقى لعله خير لما العربيه عطلت.
هي القضية هنا، انت فعلا كنت شايف الامر لعله خير وان ربنا نجاك انه داخل ليك، وهل انه لو كان حصل لك حادث ونزلت ورحت تجري وكنت مستعجل والعربية ما كانتش عطلانة والامور ماشية تمام وفجأة في الطريق حصل حادث، هتقول لعله خير؟ لا ما كانش هيقولها من الاول، هنقول يا ريتني ما نزلت، انا كنت مستعجل، انا كنت قاعد، انا ايه اللي حصل لي؟ أيوة. يبقى الامر هنا ما كانش القضية ان انا شايف الامور ان انا مسلمها لله صح، لا انا القضية عندي ان انا عايز الامور على هوايا، او بمعنى ادق بشوف امور ربنا واقداره وقدره يعني حسب ما توافق الخير معايا، الخير من منظوري. يعني انا شايفه انه خير ان انا ما حصلتليش الحادث، فالخير من منظوري كده يبقى هو ده لعله خير. يعني لو عجبني اعتبره خير، ما عجبنيش ما اعتبروش خير. ودي قضيه خطيره جدا. أيوة. هي قضيه خطيره جدا. أيوة. ومن القضايا اللي الناس كتير جدا لما بتناقش معاهم بيظنوا ان انا بتألى مثلا، ان انا كاني بكلمهم بنتقدهم ان هم مش فاهمين الدين. الموضوع مش كده خالص يا جماعه، هي موضوع انما الاعمال بالنيات دي كبيره جدا. ده حديث يعني عايزه اقول لك ما كانش تافه يعني، او ما كانش يلا كلمه صغيره كده يعني. انما الاعمال بالنيات، يعني قصدي حضرتك ان انا لو فعلا مقتنعه ان ده خير، مقتنعه مؤمنه 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 ان ده خير، هيبقى معتقدة. فعلا خير معتقده. يعني انا ما هو انا دلوقتي انا ايماني بالله وظني وحسن ظني بالله ان انا بقول ان كل اقدار الله خير. طب هيجي حاجه النهارده، لا ياتي الا بالخير. جميل. فلكن هتيجي حاجه مش على هوايا، هقول برده نفس الشيء ولا انا ايه؟ لما ربنا يحطني في الاختبار وتيجي حاجه انا ما كنتش عايزاها، هقول دي كانت خير برده ولا لا؟ هل انا بقف مع نفسي الوقفه دي ولا لا؟ طيب خلينا نقول نقطتين مهمين جدا. يعني دي قضيه مهمه. انا عندي كلمه لعل، هي طبعا ذكرت في القرآن كتير، لعلهم يعقلون، لعلهم يتفكرون، لعلهم يشكرون، لعلهم يفقهون، لعلهم حاجات كتير جدا. وعندي لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا، وعندي عندي كلمة لعل ذكرت كتير جدا. أنا بشوفها دايما كلمة لعل، يعني هي ليها أكتر من معنى، معنى التعليل ومعنى الاستفهام ومعنى كذا معنى في القرآن يعني، لكن الأعم والأجمل والمجمل هو التعليل، اللي هو لعلهم يتذكرون، لعلهم يتفكرون. فلو تلاحظي هي تأكيد، يعني تأكيد، يعني أنت لو فعلتي حتى تذكري، لو فعل كذا يعني يتقوا الله، لعلهم يتقون يعني لكي يتقون، صح ولا لا؟ أيوة صحيح. فأنا لما أقول لعله خير، أنا عايزة الكل يبقى فاهم أنه هو أكيد خير، مش لعل على سبيل الاحتمالية، لا أكيد على سبيل المؤكد. طيب عشان أوصل لده لازم أعرف إيه هو الخير. إيه بقى معنى الخير؟ ممكن تجاوبيني؟ لا مش عارفة. طب أنت شايفة الخير إيه من منظورك؟ انا من منظوري شايفه زي ما حضرتك قلتي، اللي بيعمله ربنا كله خير. يعني لو جالك مرض خير اكيد، دي قناعتي. لو حد مات والله خير، دي قناعتي، مش عشان لو حد مات عزيز عليكي خير. دي قناعتي. طيب ما خلي بالك بقى، هي دي بقى النقطه في ايه. ان ايه هو معنى الخير؟ انا عندي خير مطلق وخير ايه نسبي. الخير المطلق اللي كلنا عايزين نروح الجنه اكيد، ده محدش يعني عايز يروح النار اكيد يعني. ده مطلق. لكن النسبي هي كل الامور الدنيويه بكل ما فيها، حتى المال، حتى المال. المال خير طبعا، لكن هو مش خير في امور كتير. يعني لو انا منظوري للمال صحيح، عمري ما هتمنى اكون غنيه. لو انا شايفه المنظور بشكل صحيح، وان المال ده ممكن يبقى فتنه ليا، وممكن يكون سبب المعصيه، وممكن يكون سبب ان انا اشرب خمره، وممكن يكون سبب دخولي النار، وممكن يكون سبب لضياع صحتي، او لسبب يكون لحاجات كتير قوي تفسد عليا حياتي، يبقى اكيد هو مش خير. يبقى لما واحد يضيع ماله يقول لعله خير، ان هو ما فتنوش مثلا طبعا، او لو ما اغتناش، هو عمال يجري ويسعى ويشتغل بايده واسنانه علشان يبقى معاه ملايين او مليارات، بس ما حصلش، يبقى ده قمه الخير اكيد. يبقى الخير ليا غير الخير لحضرتك، نسبي نسبي. الخير ليا غير الخير لحضرتك. طبعا. الخير ليا ربنا يعلم، مثلا ان جيهان لو جالها فلوس هتتصدق وهتبقى وهتطلع يعني هتاخد حسنات كتير وهتطلع في سبيل الله كتير جدا والكلام ده كله. فهي هينفعها الخير. طب انا ممكن اقول دلوقتي انا لو بقى معايا ملايين انا هطلع منهم مليون، فليه بقى يا ربي ما ادتنيش الفلوس؟ ما كنتش اطلع مثلا. برافو عليك، هو لانه اعلم بيا. ايوه احنا صحيح. هنا بقى في مساله الصدق،
ان انت ساعه ما يبقى معاك الفلوس احنا طبيعتنا اشحاء يعني نيجي عند هنيجي نقول ايه طب ما كفايه ربع مليون ايوه اللي خلاني قلت مليون انا قلت لي مليون هي الدنيا عندنا كده احنا بنتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى طول ما احنا لا نملك الشيء بندي ببذخ بنقول ببذخ ما الكلام مش عليه فلوس يعني اديكي 100 وعد ما فيش مشكله لكن عند الجد انا ما اقدرش اطلع الوعد ربنا اعلم بينا تمام. يبقى انا هنا عايزه كل واحد يشوف المشكله اللي هو واقع فيها او الكرب اللي هو فيه او الهم اللي هو ناقصه ده بمعنى في برنامجنا او في الحلقه دي بمعنى الصدمه اللي حصلت له الصدمه طبعا اللي حصلت له بالظبط كده او مش بس صدمه ده في حاجات كتير بقى يعني واحده اتجوزت واحد وبعدين اتطلقت طب ما انا اتجوزت ليه ما انا كنت مستخير مثلا تمام طيب واحده تانية جابت عندها صبيان وتقول لك ايه هتلاقيه بالظبط تقول لك كده لو كان بنات كانوا هيبقوا حنينين واللي عندها بنات تقول لك لو كنت جبت رجاله كانوا سند ليا تمام واللي ما عندهاش خالص تقول لك اي حاجه تبقى نعمه صحيح. ولما يجي لها اصلا مش هتقول اي حاجه هي بتقول اي حاجه عشان مش لاقي حاجه يعني واللي معاه الاثنين عمال يقول لك ده هم تقيل ده انا هصرف عليهم منين واجيب فلوس للناس دي منين والعيال دي كلها منين وهكذا ليه ما حدش مقدر النعمه اي شايفها. حد فيهم مش شايفها محدش شايف محدش النعم شايفها. فناس كتير جدا ما بتشوفش النعم الا في حالتين يا اما شايفاها عندك هي شايفاها عندك لكن هي مش شايفه نعمها خالص يعني محتاجين نبص في المرايه شويه ونركز في النعم اللي عندنا لازم ده لازم ونعرف ان النعم دي كتير قوي دي اول خطوه اعتبرها من الخروج من الصدمه ده انا عايزه اقول لك ان هنرجع تاني لكلمه الخير بقى أيوه. لعله خير أيوه. ايه هو الخير الخير ممكن يبقى مال ممكن يبقى صحه ممكن يبقى طعام ممكن يبقى جمال ممكن يبقى اسره طيبه روقان بال والله وروقان بال وممكن اسره طيبه يعني انا معايا اسره طيبه يعني انا بشوف بعض الناس منهاره وعشان انفصلت مثلا في نفس الوقت هي معاها اهل سندينها في نفس اللحظه في واحده تانية معهاش الاهل اللي سندوها يعني وعندها نفس الحدث وانفصلت برضو عندها نفس الحدث أيوه. بس تلاقي دي ربنا اداها القوه انها تشتغل وتجيب الفلوس والتانيه ربنا ضعيفه فربنا من جاعل لها ليها اهل وسندها ايوه هي تقدير الله كده بس احنا نشوف الامور صح احنا مش بنشوفها زي ما قلت لك بالصوره اللي احنا الصحيحه احنا بنشوفها على هوانا طيب. لو احنا جينا دلوقتي افتكرنا سوره الكهف وقصه سيدنا موسى مع سيدنا الخضر والثلاثه اللي هم بقى ثلاث احداث عارفاهم ولا لا فكريني طيب ماشي ممكن اكون عارفاهم بس مش ثلاث احداث مش مترتبين هو قصه سيدنا موسى مع الخضر هي بدات بان هو ما قدمش يعني لما أيوة. سئل من اعلم اهل الارض فقال انا الأنا ولم يعني يذكر الله سبحانه وتعالى فربنا أراد أنه يعلمه درسا يعني في هذا فالمهم يعني علمه أنه في حد أعلم منه على وجه الأرض وفي مكان معين وابتدي يروح له القصص دي فلما راح وقال له بقى أن أنا عايز أتعلم منك هنا تواضع العلماء بصي بقى هنا يعني أنا ما تكبرتش أن أنا حد قال لي في حد أعلم منك لا ده أنا راح ويبحث عنه علشان يتعلم منه تمام. فلما راح يتعلم منه ابتدى يمشي معاه في الطريق قال له بس ما تسالنيش على حاجه الا لما انا اللي اقول لك بنفسي ايه السبب ايوه صح افتكرتيها ايوه افتكرتيها أيوة. فبدات بايه اول حاجه حصلت يعني هو ما قدمش المشي وهو ماشي بقى اول حدث قابلهم ايه لا مش فاكره ترتيبهم بس فاكره ان هو كان السفينه والغلام ايوه السفينه والغلام والجدار والجدار تمام أيوة. ففي السفينه هما ماشيين خلاص ابتدى ايه يخرم السفينه أيوة. فقال له ايه ده ازاي تعمل كده لقد جئت شيئا نكره يعني انت حاجه كبيره جدا جئت شيئا امراه أيوة. تمام فابتدى يعمل ايه لما عمل كده قال له ايه ها لا انا مش عارفه اجيب معاك انا فاكره القصه بس مش عارفه طيب هو لما ابتدى لما ابتدى سيدنا يعني موسى كان كذا يسأله كذا حاجه ورا بعض هو ماشي ولما اول ما هم ركبوا السفينه وابتدى الخضر يخرم السفينه فقال له انت ازاي تعمل كده انت جيت شيء غريب يعني انت ازاي تعمل أيوه. هو انت كده خير ازاي أيوه. فقال له مش انا قلت لك ما تسالش عن حاجه اللي في الاخر ايوه فقال له خلاص انا ايه اعذرني بما نسيت ودخل أيوه. مشينا بعد كده وهم ماشيين راح قتل غلام ايوه لقى طفل صغير راح قتله أيوه. قال له لا ده انت كده جيت شيئا نكرا يعني انت بقيت غريب جدا أيوه. فراح قال له احنا قلنا برضو ان انت ما تسالش عن حاجه أيوه. قال له خلاص ان سالتك بعدها خلاص يعني انا فخلاص لا يعني فخلاص كل واحد مننا له طريق أيوه.
لما حصل الموضوع ده كانوا ماشيين وابتدوا ان هم عدوا على مدينه، والمدينه دي كان فيها جدار هيقعوا، هم طلبوا منهم ان هم يطعموهم، رفضوا اهل المدينه الاول رفضوا ان هم يطعموهم، فلما لقى جدار هيقع راح بنى الجدار. فقال له تبنيه ليه يعني، دول ما اكلوناش، كنت على الاقل ايه خدت اجر خلاص. فهنا ابتدى يقول له ايه، ابتدى يقول له الاسباب. لما قال له الاسباب قال له اما السفينه فكانت لمساكين يعملون في البحر، وكان عرفوا العيله وهكذا، وكان ورائهم ملك ياخذ كل سفينه غصبا وهكذا. وابتدى يقول له قد ايه ان كان ده قمه الخير ان السفينه اتهرمت، يعني النهارده لما عربيتي عطلت يبقى ده كان خير ليا. وبعد كده اما الغلامين فكان ابوهما صالحا واراد ربكما ان يبدلهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة، صح؟ فهنا لما ربنا اراد ربهما ان انا غلطت في الايات غلط كده، ما انا عشان كده مش عارفه اراد ربهما ان يبدلهما خيرا منه زكاة واقرب رحمة. لانه هنا غلطة، لا انا معاك حاجة تمام. انا بحسب عليك حاجة لا بس انا غلطت فعلا في الآية تمام. فلما حصل كده قال له ايه، ان هو الولد ده ما كانش هيطلع ابن صالح. فالنهارده اللي بتزعل على ان ابنها مات وكانت تقول لك كان زمانه بقى راجل كبير يعني قصدي حضرتك ان القصه دي كانت مذكوره في القران عشان تعرفنا ان اي حاجه بتحصل خير واحنا مش عارفين، احنا مش عارفين الابعاد فيما ابعادها بعد كده. أيوة. نفس الكلام بعد كده في الجدار، فكان تحتها كنز لهما. أيوة. كان لطفلين يتيمين، فكان تحته كنز ايه للطفلين. أيوة. وكان في المدينه ده حد ظالم لو لقى الكنز هياخده. أيوة. لكن ربنا اراد لما يكبروا هو يقع الجدار قدام عينيهم فيلاقوا الكنز فياخدوه. يبقى احنا لازم نقتنع ان اي حاجه بتحصل خير على المدى، والدلائل من القران على المدى. على المدى. يبقى انا على المدى في المستقبل. يبقى اذا لو حصل لي انا حاجه النهارده، مش شرط ان انا اعرف انها خير النهارده. فلو هي النهارده ظهر لي شر هتظهر بعد كده اسبابها، هتظهر اسبابها وهتظهر حاجات كتير جدا. طيب اكتر سؤال الناس بتساله وده بيبقى خطير قوي، اللي هي فكره طيب انا لو استخرت عشان اتجوز واحد وبعدين احنا اتطلقنا، يعني انا اتجوزته فاتطلقنا. لا ده موضوع مهم جدا ده بقى عنده ونرجع له بعد الفاصل. طيب نطلع فاصل ونرجع تاني، مستنيينكم اوعوا تروحوا في اي حته. تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا من ايه طيب؟ من كل حاجة. هو في ايه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص انا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني انا مش عاوز اتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة، انت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوه. انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة، أنت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوه. انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك.
رجعنا لكم مرة تانية. أهلا بيكم وسهلا. أهلا بيكم مرة تانية. وقفنا عند سؤال مهم جدا، موضوع الاستخارة دايما الناس بتسأل فيه. لما بيجي حد مقدم على الجواز وعايز يعمل استخارة، فبيبقى مش عارف ردود الاستخارة أو صدى الاستخارة ده هيبقى إيه، فوقفنا عند النقطة دي. لا، هي كمان المشكلة إنه لما بيحصل في الاستخارة الاستجابة وإنه يتجوز والجوازة تكمل، أيوه، وبعد مثلا شهر أو اتنين أو تلاتة ينفصلوا. هي دي بقى المشكله، يعني هي المشكله بتحصل من هنا. ايوه بالظبط يعني. أيوة. لكن فكره ان انا استخير والامر يمشي، انا عندي عده امور لما بستخير. ايوه، اما ان اللي بلاقي ان الامر متيسر، هو الطبيعي ان انا استخير وامشي في الامر. امشي في ايه بقى؟ ايه الامر؟ في الزواج، في الخطوات او في عدم الزواج. يعني ايه؟ يعني انا جاي لي واحد ومتردده بس مش عاجبني. انا الاغلب انه مش عاجبني. ايوه، بس الناس بتقول لي يا بنتي اصبري، ده ممكن مره واتنين لما تقعدي قاعده واتنين وتلاته معاه يعجبك. ايوه، فانا مش مياله لده ومقرره وعايزه ارفضه. بس الناس طبعا بتزن وتقعد تقول لك متبتره على النعمه والكلام ده كله. فانا مقتنعه ان لازم ارفض، بس خايفه يكون عقاب من ربنا، خايفه اكون غلطانه، متردده في الحته دي. عايزه اسمع كلامهم، بس انا اميل للرفض. خايفه يكون نعمه وانا برفضها مثلا، البنات تقول لك. فانا بستخير وببتدي اعزم على الامر ان انا برفض الامر. انا ما فيش حاجه اسمها الناس تقعد تقول لك ايه، ما انا فضلت امشي الامر. ما دي من الاخطاء اللي هي بتحصل. ناس كتير قوي تقول لك لما تيجي لي بعد مشاكل مثلا انفصال او عايزه تنفصل بعد 15 سنين جواز، وبنرجع لورا بقى فلاش باك ونقول لها طب انت لما اتجوزتي ازاي مثلا، تقول لك والله انا ما كنتش عايزاه، زنوا عليا واستخرت يعني. فاهمه قصدي؟ أيوة أيوة. طب يعني ايه تقدم الرفض؟ ما انا برده مش فاهمه. يعني انا مثلا عملت استخاره وحسيت ان انا موضوع مياله للموضوع، اقدم الرفض بمعنى ايه؟ مش فاهمه. انا بستخير على الرفض، يعني انا عايزه ارفض الامر ده. انا في العادي المفروض انا بستخير عايزه حاجه، انا عايزه اشتري مثلا موبايل وبستخير اجيبه ولا لا. لكن انا في امر، في امر متردده فيه. بس انا اميل للرفض. اميل يعني انا اميل اكتر الاستخاره في الحاله دي للرفض مش للقبول. ان انا يا رب انا عايزه ارفض الامر ده، وهل انا انا حتى ده يعني انا ممكن استخير فيه، ممكن اقول يا رب انا مش قادره اقبل الشخصيه دي، انا رفضاها وانا ارفضه انا ولا لا، هل هو خير ولا مش خير؟ لانه انا عندي حد ذبذبني. اذا عملت الموضوع ده ابتدي اعزم على الامر، اعزم على ان انا امشي فيه. حضرتك مثلا جيتي بتقولي لي حضرتك اطلعي معانا مثلا في البرنامج. مثلا باجي انا مش مرتاحه، بس في ناس بتقول لي ليه ده فرصه واطلعي والناس تعرفك مثلا يعني. بس انا في الاغلب علي ان انا مش عايزه اطلع. فهستخير ان كان ده خير. استخاره مش للرفض، انا مش عايزه للاميل ليك. انا هستخير ان ربنا خير يعمله. لا، الخير هيعمله، بس انا همشي في سكتي زي ما انا عايزه. ده اللي قصدي عليه، المياله ليه اكتر. اللي انا قصدي عليه مش ان انا هعملها للرفض. ايوه فهمت قصدك. انا هعملها للخير. للاميل للخير. للخير. ان ربنا يقدر الخير. احترت في امر، فانا وصلت لمرحله الحيره، يعني مش رافضه والامر منتهي بالنسبه لي. في امر مرفوض بالنسبه لي مطلقا. الافضل ان انا استخير حتى لو انا رافضه 100%، وحتى لو انا موافقه 100%. ده الافضل وده الاعلى. لان انا النهارده لما بكون انا ما اعلمش الغيب. صحيح. ممكن اكون فرحانه قوي بالفلوس، ان حد هيجيب لي فلوس، فرحانه قوي بالعريس، انه عريس ظاهريا لقطه وهياخدني ويسفرني ويعيشني عيشه كويسه مثلا يعني. لكن ممكن يكون بعد كده هو مش خير ليا. لو جالي مش معنى الامر ان انا لازم اكون متردده عشان استخير. الاعلى والافضل ان حتى لو انا واثقه في الشخصيه 100%، وعجباني 100%، ان انا استخير. فالناس تقول لك طب استخير ليه؟ ما انا مش محتاره. انا بستخير هنا كاني بقول يا رب انت اعلم بالخير. خليك معايا. كانك زي بالظبط ما انت بيجي لك حد وتيجي تقولي يا استاذه جان انا بثق فيكي، اعملها ولا ما اعملهاش؟ أيوة. طب انت هنا ثقتك في الله، فثقتك في الله اعظم واعلى، لان هو اللي يعلم الغيب. هو اللي عالم الغيب. هو اللي عالم الغيب. الخفايا. طيب نيجي لحد هنا، احنا ماشيين مظبوط، وتلاقي اللي بيستخير بيستخير مظبوط. تمام. اللي بيستخير ماشي مظبوط جدا. طيب لان الامور كلها ماشيه على هواه وماشيه الدنيا تمام، ولقى الخير والزواج بيمشي والامر بيمشي، وبعدين شويه شهر ولا اتنين وتلاقيها ايه؟ اتطلقت. لما تيجي تقولي لها تقول لك انا مستخيره، بس ليه ربنا عمل فيا كده؟ استغفر الله. يعني دي من الكلام اللي كان بتجيلي كتير جدا، ان ليه ربنا عمل معايا كده؟ ما هو ربنا عالم باللي انا فيه. طب مش انا استخرته؟ ليه خلاني اتطلق؟ ما كان ممكن ما اتجوزش اصلا. طيب احنا بنقول يا جماعه ان احنا لما بنستخير لابد نكون واثقين في الله سبحانه وتعالى ثقه صحيحه. طيب يعني ايه؟ يعني هو ده قمه الخير ليكي.
قمه الخير انك تتطلقي بعد شهر او قمه آه. الخير آه. لان ربما انت متعلقه تعلق شديد بهذا الرجل جدا، ولو ربنا يعني ما خلاكيش تتجوزيه هتفضلي متعلقه حتى لو جوزتي حد تاني، وحتى لو جوزتي حد أي. تاني او حتى أي. لو هتنشغلي بيه وهتفضلي متخيله ان هو الصوره الجميله دي، لكن بعد ما لو اتجوزتيه خلاص الصوره دي بتتهد وبتبتدي تعرفي ان هو كان وهم وان خيالك ده وهم والقصه دي كلها، وبالتالي كان قمه الخير ليك يعني عشان مشاعرك تهدى وانك انت تعرفي الصح من الغلط أيوة. انك انت تتجوزي حتى لو شهر واحد، او انت تتجوز واحده حتى لو شهر واحد، واحده فاكرها جميله، فاكرها فيها كل الصفات اللي انت عايزها وحاسس ان مفيش غيرها، ده كده ده هيظبط له المستقبل طبعا، ده هيظبط له المستقبل. برافو عليك. اللي هيجي بعد كده هي دي بقى مساله التشكيل بقى. ايوه مساله أيوة. التشكيل أيوة. ان انا النهارده لما اجي اقول ازاي استخدم اخلي العقده اللي في حياتي اللي اتعملت أيوة. اعمل منها، هو نفس الحبل بتاع العقده نفس المشكله ايوه، وانا أيوة. بفكه كده ممكن اعمل بيه فيونكة، اعمل بيه ورده، اعمل بيه أيوة. شكل جميل صح، مع ان هو نفس العقده دي نوضح ليها الصدمه، الصدمه حصل لي عقده صدمه. هو حضرتك ما شفتيش ان مره يكون ما شفتيش ناس كتير جدا كانت ست مثلا بيت عاديه جدا، وبعدين فجاه جوزها قال لها انت طالق عشان عايز يتجوز واحده ثانيه او كارهها او اي حاجه، واتدمرت وعيطت وانهارت، وبعدين نزلت اشتغلت وبقت حاجه وبقالها جدا وبقالها شان ثاني خالص، او تزوجت بعد كده راجل افضل وعشت خير كتير جدا واتغيرت بقى يعني كانت بشكل معين مع زوجها الاولاني فبقت بشكل اخر مع الزوج الثاني، يعني كانت ما بتهتمش بحته معينه بقت تهتم بيها. اذا كان قمه الخير هو الصدمه اللي حصلت. ايوه. لو ما كانتش الصدمه دي حصلت ما كانش هيوصل المستقبل بقى كويس، ما كنتش انا عرفت غلطاتي. ويوقفني الموضوع ده في نقطه كان ناس كتير جدا بتناقشني فيها في موضوع الفشل. ناس كتير بتقاوحني مفيش حاجه اسمها فشل. انا اقول لهم لا في فشل. ليه ما فيش فشل؟ هم يوقفوا في الجزئيه دي كتير، لا مفيش حاجه اسمها فشل. هو بيقول لك ايه بقى؟ ان انا كده لما بقول ان في فشل كاني بضعف عنده فكره النجاح، يعني ان انا كاني بقول له ليه تقولي لي في فشل؟ قولي لي لا انت ده فرصه ليكي كذا كذا، انا مش هزين شيء. انا دايما اقول انت لو بتعملي حله رز لاول مره هتطلع بايظه. لا مش حكايه بايظه، لو نسيتي الملح خالص باظت. طالما ما اتاكلتش حله الرز يبقى انت فشلتي في حله الرز. زودتي ميه كتير عجنت يبقى ورميتيها في الباسكت، يبقى بما انها ما اتاكلتش يبقى هي فشلت. يبقى هي فشلت. أيوة. لكن احنا بنقول ان احنا نتعلم من التجارب دي باننا نتنقل لايه؟ ان انا ما كانش ممكن هظبط حله الرز ولا هعرف مقدار الميه المظبوط أيوة ولا صحيح. الملح المظبوط. طيب ودايما اقول في المثال ده موضوع ايه؟ موضوع اديسون لما عمل اختراع اللمبه 999 مره كان بيفشل فيهم وبعدين نجح في المره الالف لانه كان بيتلافى الغلطات. بس هو كان بيقول ايه بقى؟ هو بعد ما نجح كان بيقول انا لم افشل 999 مره، انا تعلمت 999 أيوة تجربه. أيوة أيوة. جميل، هو اتعلم لكنه فشل، هو اتعلم من الفشل. اتعلم من الفشل. اتعلم من الفشل مش إيه ما اسموش ما فشلش. هو ده بقى لعله خير. هو ده أيوة. انا النهارده عمل اللمبه هنفترض يعني، فلما عملها عملت ما نورتش اول مره علشان مثلا ما كانش ظابط الموجب والسالب مثلا بتاع الكهرباء. طيب راح ظابطهم. تاني مره كان عاملها مثلا من خامه بلاستيك فالبلاستيك ساح مثلا. ففي كل مره هو اتعلم من هنا انه لازم هنا يستخدم الزجاج وهنا يستخدم المعدن وهنا يستخدم موجب وهنا يستخدم سالب وهنا كذا عشان في الاخر تنور. عشان في الاخر تطلع مظبوطه كمان يعني هو التلافى كل الغلطات عشان ويضيء بقى بيها لنفسه وللعالم كله صح؟ ويبقى اسمه باقي. صحيح. الازمات بقى اللي حصلت له دي كلها كانت ممكن تخليه في مره يقف ويقول ايه؟ مش هكمل. مش هكمل. او مفيش داعي بقى خلاص، مفيش حاجه اسمها اختراع، ده هي خلاص النور زي ما ربنا كده خلقه خلاص، النهار نهار والليل ليل. ما كناش هنبقى في الاضاءه الرهيبه دي كلها دلوقتي والتطورات اللي احنا صحيح. فيها صحيح. لو كل واحد كان هيقف عند ايه؟ عند صدمه من الصدمات، او عند وقعوا او عند طلاق او عند حد مات، او مفيش، الحياه بتستمر صح ولا لا؟ صح. تمام. يبقى كده فهمنا ان كل ما يحدث لنا كل ما يحدث لنا خير، لعله خير. اعرفها ان هي اكيد خير، ان هي اكيد وإن خير، وان احنا العقده ممكن نحولها لفيونكة. العقده دي ممكن تبقى احلى حاجه في الدنيا، احلى حاجه في يعني ممكن لما تيجي أحلى تسالي بداية حد لحاجه جديده. يعني ممكن لما تيجي تسالي حد انت ايه سر نجاحك؟ يقول لك ان انا مثلا اتهنت وانا صغير. كانت اهانه خلتني اتحدى ان انا هكون حاجه تانية. دي كانت اهانه جميله بقى. كانت اهانه جميله. انا دايما لما حد يسالني اقول له انا يعني الناس اللي هي كانت بتحبطني وبتسيء لي انا بشكرها.
لان هي سبب نجاحي، هي سبب نجاحي، هي اللي حفزتني، هي اللي حفزتني. صحيح. فهي صحيح. دي الفكره، ان حضرتك بقى اللي عشان تعدي من الازمه اللي انت فيها فكر ازاي. ايوه عايزين بقى خطوات، هي دي بالظبط عمليه، ازاي بقى ان انا ايوه اشوف المنحه في المحنه. انا دلوقتي ليه حصل لي ده، مش ليه بسال ربنا يعني، انا لا يسال نفسي عشان اشوف المشكله فين. لا مش قصدي، انا بتساءل مع الله سبحانه وتعالى. بس بسال الله مش من باب حساب الله، انا ما بحاسبش ربنا، لا يسال عما يفعل وهم يسالون. أيوة. لكن انا بسال الله سبحانه وتعالى، بقول له يا رب علمني الحكمه. اكيد اللي انا فيه خير، انا ظني فيك يا رب انه خير وواثقه انه خير، بس انا عايزه اعرف ايه الحكمه من اللي حصل. تمام. يمكن انا اول حلقه ليا كانت خالص 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 على القناه هنا. أيوة. ما كانتش مع حضرتك، بس أيوة. كنت اتكلمت فيها، اتكلموا معايا في نقطه ان انت ازاي عملتي مشاريع كتير، ما اعرفش حضرتك تعرفي ولا لا. عملت اكتر من مشروع. أيوة. كان من ضمنها مشروع معرض زهور. ايوه. لا ما اعرفش. ما تعرفيش. كان معرض زهور. المشروع ده لما جيت اعمله سبحان الله، يعني انا مش قادره انسى ان انا تهت في سوق الورد، بكلم جد. تهتي فيه؟ تهت. يعني انا كنت نازله ناوي اعمل مشروع تاني خالص، كنت ناوي افتح معرض في النادي الاهلي عشان ابيع مثلا بتاع دوت مفروشات. وقلت اعمل معرض حلو كده هناك واعمل كده. فلما نزلت اجيب البضاعه تهت، وكان معايا البنت المساعده اللي هي بتشيل معايا والكلام ده كله، الكلام ده من 2005، ده فتره كبيره. تمام. تهت في سوق الورد. تمام. تهت. فلما تهت قلت لها استني، انا بعمل الورد، الورد اللي في بيتي كله الصناعي ده انا اللي بعمله، انا مش هجيب حاجه، انا هعمل ورد. فعلا فكرتي كده لما واحنا تايهين يعني. انا بكلمك ان كان ظاهر الامر ان انا تهت، وان انا تاهت بقى وان احنا تعبنا وكده، وممكن تتشائم. انا شفت الورد وبعدين قلت لها استني نجيب ورد. فلما جيت اجيب الورد كنت هجيب لبيتي، وبعدين قلت لها اجيب، انا اصلا بعمل ورد. ده حاجه مميزه جدا، وكانت دي ميزه ليا في معرض وقتها في النادي الاهلي. كنت الوحيدة اللي بعمل ورد. والله كنت الوحيدة اللي بعمل ورد. وعملت ورد جميل جدا، بوكيهات انا بعملها بايدي يعني. يعني هي كان في ظاهرها ان هي حاجة مش كويسة، لكن حضرتك عملتي منها في ظاهرها ازمة ممكن تزهقي وترجعي. كان ممكن حاجات كتير. لكن ساعتها انا فرحت وقلت لها جميل جدا، ده انا حاسة ان انا في الجنة الصناعي، جنة صناعي بالظبط. طب حضرتك انت قلتي كده لنفسك، طب انا مثلا ممكن انا واحده يتحصل لي تعيطي وتنهاري ويبقى ربنا مش رايد، واروح حاجه تانية برضو تحصل مشكله، وبعدين اقعد بقى اكلم نفسي طب ما انا ليه بيحصل لي كده وكده وكده، يعني اكيد مش كل ده خير. هي دي بقى فكره ان انا اصلي استخاره، وانا ظني في الله حسن، ان ربنا سبحانه وتعالى لا يفعل الا الخير. فبما اني تهت يبقى هو ده الخير. ايوه. ادور على الخير بقى فين؟ ابص الاقي الورد. ايوه. فاهمه قصدي ايه؟ أيوه. هي كده بالظبط يعني. أيوه. يعني كل حاجه بقى تعيشيها في حياتك، يعني كنت بنزل اجيب لاولادي مثلا هدوم ونبقى محتارين لبس العيد يعني هم صغيرين. أيوة. انزل اروح فين؟ اروح روكسي ولا اروح هنا ولا اروح عباس ولا اروح مثلا يعني. فاقول لهم يلا نستخير وننزل. انزل الاقي اول حاجه قدامي ان انا اركب التاكسي الاقي نفسي عديت على محل، انا اصلا بقول له مثلا روكسي، الاقي خرم هو من خلص. حته تانية. فاقول له اقف هنا، الاقي كل طلباتي جات وانا صايمه كده انا والولاد في نص ساعه، ويبقى احلى عشان بداتيها باستخاره. يعني انا اقصد ان ساعتها لما اقول هو ليه ماشي من الطريق ده، هو الطريق ده غلط يعني، هو المفروض ياخد الطريق الاسلك. الاقيه ماشي من هنا علشان انا لازم انزل هنا. هي الفكره ان انت تبقي عارفه او تشوفي الامور بالطريقه دي الصراحه. فانا كنت دايما بشوفها انا سبحان الله ليه انا حتى في ناس بتقعد تقول لي ايه هو انت بارده يعني، انا مش بارده خالص انت عارفاني. لا صح، انا مش بارده. بس انا فعلا مره كنت رايحه برضو مشوار ده في مدينه نصر. تصدقي بالله انا تهت، لقيت نفسي على كوبري اكتوبر ومليش منزل غير في الدقي. انت متخيله المسافه؟ مسافه كبيره جدا. أيوة. خلاص بسيطه جدا، اروح بقى اعدي على اختي وماما ومفيش مشكله ولعله خير. خدتي الحته ولعله خير. خدتي الحته مع ان كنت رايحه كان مشوار مهم. ده بقى في نظرتنا للامور. برافو عليكي. المرايه حاجه نظرتنا المرايه. المرايه هي اللي انا قعدت اقول ايه غريب قوي، سبحانك يا رب انت كاتب لي ده. في ناس تانية تقول لك يمكن هموت هنا، ما خلي بالك. ما هي راجعه للايه؟ راجعه للنظره، انك تتشائمي ولا تتفائلي. فانا اقعد اقول سبحان الله، يا ترى انا جيت هنا ليه النهارده؟ اشمعنى الشارع ده اللي تهت فيه؟ اشمعنى المكان ده اللي كنت فيه؟ فاشوف الخير اللي فيه. الخير اللي فيه يمكن لعله خير ان انا
اجي اشوف مثلا والدتي، اشوف اختي، يمكن ربنا اراد اني اقابل حد معين، يمكن ربنا اراد ما راحش المشوار اللي انا اصلا اللي كنت كنت رايحاه رايحاها اصلا، فتهت دي وعملت كل ده علشان ارجع جدا متاخر. كده يمكن كان في حادثه على الطريق، فربنا سبحانه وتعالى بينجيني بالتوهان ده كله علشان ما اعديش على هذا الحادث، او ان انا اكون من ضمن الحادث ده. يعني في اسباب كتير، بس احنا مش متفائلين، احنا مش شايفين المنظور صح، مش باصين صح، لا مش متفائلين، صح. لا لا مش متفائلين. وبعدين بسمعها كتير، يعني الناس تيجي تقول لي ربنا يهديهم يا رب، يعني يقولوا لي هو ربنا مش شايف حالنا، ليه بيعمل فينا كده؟ يعني انا بقيت سامعه كلام الشباب محزن جدا، يعني جدا. يعني في تحدي كده على الله بشع. يعني يعني ايه ربنا ليه بيعمل فينا كده؟ يعني كانها باعتراض شديد يعني. فالامر استغفر ده الله العظيم. هل هو ده هنا مشكله مين؟ مشكلتي انا مش يعني بنظرتي غلط، هي اكيد مشكلة، هي مشكلتي مشكلة الشخص، مش مشكلتي، مش مشكلة ايوه مشكلة لا الشخص لا لا مشكلة قضاء الله سبحانه وتعالى، ايوه ولا هي مشكلة اللي حواليكي، ولا الأسباب، مشكلة تقدير الامور ولا الشماعات اللي احنا بنعلق عليها بقى. ايوه بس تمام. طب احنا بقى نطلع فاصل اتفضلي. ونرجع تاني ان شاء الله، نطلع فاصل ونرجع تاني. اتفضل حضرتك. تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من ايه طيب؟ من كل حاجة. هو في ايه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب اهدى بس وسيبها على الله. خلاص انا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني انا مش عاوز اتكلم مع حد. لا طيب استنى هقول لك على حاجة، انت محتاج حد يسمعك. هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري اسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ ايوه. انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات، اختلافك سر تميزك. رجعنا لكم مرة تانية، أهلا بيكم. طب أنا عايزة أسأل حضرتك بقى بالنسبة للاستخارة، لو في واحدة يعني، وده مشهور جدا دلوقتي موضوع التواصل على فيسبوك، واحدة بتكلم واحد على فيسبوك بنية إنها مثلا الزواج، يعني هي متخيلة إن الموضوع ممكن يوصل لزواج، ممكن في الحالة دي تعمل استخارة؟ استخارة على إيه؟ إن هي يتكلموا بعض؟ إنهم يكلموا بعض، أو إن مثلا مشروع زواج هيمشي أو مش هيمشي. بصي حضرتك، الأصل في الاستخاره ان انا مش هستخير لا في حرام ولا في حلال، يعني انا ما ينفعش اكون نفسي اسرق بنك واستخير. ما هي بقى بتبريرها تقول لك يعني انا بكلمه بنيه الزواج، ان هو هنتجوز. ما هي بقى هنا، هنا ماليش دعوه بقى، هنا هنا بقى بصي حضرتك، قضيه النيه والعمل. ايوه النيه لابد تكون خالصه لله، والعمل لابد يوافق شرع الله. يعني ايه؟ يعني انا ربنا قال لي اوامر وانا واهي، فانا مش هعمل المعصيه بنيه حسنه، ما عنديش الكلام ده. ايوه ما ينفعش. ايوه اصل انا محتاج فلوس وعايز اصرف على امي في العمليه، فانا هطلع اسرق بنك عشان اعرف اعمل لها العمليه. فين المنطق؟ يعني اديني منطق ملخبط. عايزه اعالج امي عشان مريضه، فانا هروح اسرق عشان اجيب لها فلوس العمليه. فيصلي هنا استخاره على ايه؟ على السرقه. حول ولا قوه الا بالله. طيب لو احنا يعني ما بني على باطل فهو باطل. الاول طبعا انا لو قلت لاي بنت من البنات اللي بتتكلم على مواقع التواصل وهي ظنه كده، انا وهي بيجي لي الكلام ده كتير، ان تقول لي انا بستخير والاقي لسه العلاقه يروح بعيد لي صباح الخير.
يعني كاني بعت لي صباح الخير دي نتيجة الاستخارة، مش ان قال لها تعالي نتجوز مثلا، لا 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 بعت لي صباح الخير. فهي بتعتبرها مؤشر. فانا برد ببساطه شديده جدا، هو انت لو عايزه تسرقي هينفع تستخيري؟ تقولي وهينفع؟ لا طبعا. طب ايش معنى؟ لان هي حاسه ان ده حرام وهي مش حاسه ان ده حرام. لا هو ده حاسه ان ده عظيم. ايوه. وحاسه ان ده خفيف. ايوه. لكن ده عظيم وده عظيم. طب الزوجه بقى اللي هي بتكلم شخص على الفيسبوك وتقول لك برده ان هو يعني صداقه، او هي معتبره ان دي حاجه افتراضيه، دي يعني الفيسبوك ده حاجه افتراضيه، مش شخص، مش بتكلم شخص معانا في الحقيقه، هي بتكلم راجل. طب ما حصلش ان على الفيسبوك اللي هم الافتراضي ده ما حصلش ان ناس اتعلقت ببعض وناس عملت حرام وناس، وشفنا بلاوي على الفيسبوك؟ يبقى افتراضي ازاي؟ هي ايه يعني؟ بصي حضرتك، انا اتكلمت في الموضوع ده قبل كده في نقطه مهمه جدا. ايوه. ان حضرتك انا النهارده احساسي بان انا خلف الفيسبوك محدش عارف انا مين، فانا بعمل اللي انا عايزاه عشان محدش عارف انا مين. فهنا معناه خلل رهيب في ان انا براقب الله سبحانه وتعالى. يعني انا قضيتي هنا انك انت مش عارفه ان انا اللي على الفيس دي مين. طب وانا فين ربنا؟ مش عالم؟ عالم اكيد. يبقى هنا قضيتي انا عندي خلل ايماني. ايوه. عندي خلل ايماني اللي هي ذنوب الخلوات. ان انا يعني مطمنه ان محدش شايف فبعمل نفسي فيه، وبنسى ان ربنا سبحانه وتعالى شايفني في كل مكان، مطلع على كل شيء، مطلع على كل شيء. حته بقى الصداقه على الفيسبوك، انا بعتبرها يعني انا عندي ناس كتير على الفيس طبعا، يعني كتير جدا، بس ما اسموش صديق. حتى انا اكتر من مره شيرت على صفحتي، لما بيدخل لي واحد يروح مثلا باعت رساله ولا صباح الخير ولا سلام ولا اي كلام، ببتدي ابعت رساله كتير جدا عامه واغلق الماسنجر، وابتدي اقول لهم يعني رساله طويله جدا ان صديق الفيسبوك يا جماعه ليس صديق، هي لفظ، هو ان كان استاذ مارك سماه فريند بس هو مش فريند، مش ايوه لا مش صديق، يعني هو سماه فريند كده يعني على اعتبار ان احنا بقينا متواصلين، وفعلا حصل مع بنات كتير، بس انا حتى البنات انا ما اقدرش اعتبر حد منهم صديق الا بقى اذا حصل تواصل. يعني انا في واحده تواصلت معايا في حاله وفاه عندي، كانت متابعاني، انا فوجئت بيها في حد من قرايبي، يعني جت صلاه الجنازه وقالت لي انا فلانه اللي معاكي على الفيس، خلاص دي هي وطدت، بقيت شايفه انا حد حي قدامي، دي كده بقت صديقه فعلا. بقت صديقه. لكن انا ما اقدرش اقول على اي حد انا ما اعرفوش انه صديق. أيوه. لا ست ولا راجل، وخصوصا ان في ست ممكن تقول انها ست وهي راجل. أيوه. يعني فالموضوع ده ما ينفعش. أيوه. طيب فضلا عنها بقى متزوجه، اهلا وسهلا، والراجل متجوز وبيكلم واحده تانية. طب يعني انا اسال سؤال لاي زوج بيكلم واحده متزوجه، انت متخيل ان زوجتك هي كمان بتكلم واحد؟ يعني فاهمه قصدي؟ هي مش راكبه يعني، مش حتى عجبة. بالمبادئ والقيم بتاعتنا هي مش، ما تنفعش يعني نهائي. يعني الراجل بيبقى بيكلم واحده متزوجه وظنا منه ان زوجته دي غير، يعني هي بره الموضوع، لكن هو مش متخيل ان زوجته يعني نفس الشيء ممكن يحصل عنده في بيته. صحيح صحيح. ده مش ممكن، ده ممكن يكون شبه يعني مؤكد بنسبه كبيره جدا. ايوه تمام. اتفضلي. طب احنا صار؟ حضرتك في جالي سؤال على الصفحه، ودلوقتي حضرتك احنا ممكن نفتح الاسئله. مفيش مشكله. ممكن نحط بس الارقام التواصل على الشاشه لو حد حابب يستفسر عن اي حاجه. يا ريت نحطها يا جماعه لو سمحتوا. في واحده بعتت لي بتقول لي جوزي بيقول لي ان انا مش فاهماه، وان هو عايزني افهمه من غير ما انا اتكلم، هو على طول قاعد لوحده ومش بيتكلم معايا اصلا، دي تعمل معاه ايه؟ يعني هو تفهمه من غير ما يتكلم ازاي يعني؟ بصي هقول لحضرتك حاجه، انا اتمنى من ربنا ان هي تكون سامعاني وان زوجها يكون سامعني. في ناس زي بيقولوا ايه، بيفهموها وهي طايره. في ناس كده يعني، في ناس كده بتعرف تفهم نظره عينيكي انك عايزه كده. لازم تقول لها انا عايز كذا، عايز ده يدخلنا اوضح لها. ده يدخلنا الموضوع ان احنا لازم نفهم انماط شخصيه زي ما قلت لك قبل كده. طيب. لفكره ان انا لازم اتعلم النمط ده ازاي يا جماعه، في نمط فعلا لازم اقول له صراحه انا خلاص. انا على فكره بعد ما اتعلمت حتى الانماط والحاجات دي كلها فرقت معايا. الاول انا كنت متهيئ لي ان انا الكلمه اللي بقولها واضحه وضوح الشمس، لحد ما اتعلمت لا، ده انا في ناس كتير جدا بالنسبه لها الكلمه دي غامضه، بالنسبه لها الكلمه دي لف ودوران. انا كنت متخيله ان انا واضحه وصريحه وان كل الناس فهماني. لكن لا، الموضوع مش كده خالص. في ناس فعلا لازم تقولها لها صراحه. يعني ممكن ناس تيجي تقول لها مثلا ايه، مثلا يعني انا مزنوقه جدا، هي عماله تسمعك ان هي مزنوقه عشان انت تقولها خدي فلوس مثلا يعني. وفي ناس تيجي تقول لك من فضلك. في ناس عندها سنس. في ناس عندها السنس ده وتيجي تقول لك ايه، طب بصي انا معايا مبلغ كذا خديه. لكن في ناس ثانيه
ممكن تقفل وهي معاها فلوس، بس هي ما فهمتش خالص بجد حقيقي انك بتحكي لها عشان تقول لها انا عايزه فلوس. قصدي حضرتك انها تبقى صريحه معاه، تقول له خليك صريح معايا، او تقعد لا بصراحة. هو مش هقول له، هي مش تقول له، لانه هو يعني هو كلامه بصراحه بالطريقه دي مش هي اللي تقول له، لان هو بتقول لك هو مش بيتكلم معاها اصلا، مش بيتكلم معايا. لكن هو انا اتمنى ان هي تخليه يسمع الحلقه، يعني تسمع الجزئيه دي، انك انت لازم تبقى فاهم ان زوجتك هي عايزه الكلام صريح، وده مش عيب فيها، وانت لازم تفهمي ده. يعني اوعي تتهز ثقتك انك انت ليه مش بيكلمني وليه انا مش فاهماه وهل انا ما بفهمش. لا حضرتك ملهاش دعوه بالجزئيه دي خالص. في انسان طبيعته، انت قولي لي. وبعدين الاصل يا جماعه ان احنا نتكلم، الأصل هو الاصل صحيح. ان انا ما اتكلمش. صحيح. طب معلش اخد مكالمه. اتفضل. ايوه محمد، اهلا وسهلا. السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا وسهلا. كل سنه وحضراتكم طيبين. وحضرتك طيب. صحه وسلامه. اتفضلي سؤالك للدكتوره. اتفضلي يا حبيبتي. ماشي. بقول لحضرتك وانا عندي بس سؤالين. اول سؤال، وانا اصلا يعني عندي وسواس كده بالموت بقاله بتاع اكتر من 7 سنين. معلش صوتك مش واضح كده. معلش قولي تاني، صوتك مش واضح. عندي وسواس بالموت بقاله اكتر من 7 سنين. ده عند مين بقى؟ عندها هي. عندك انت؟ ده عندي انا. انا سني 28 سنه. فزهق عندي من بعد ما اتجوزت بسنتين كده، بعد ما جوز اختي توفى وكده، فانا مش عارفه اطلع منه ازاي. هي عندها اولاد؟ نعم. عندك عندها اولاد؟ انا عندي. يعني ده حصل من بعد الولاده ولا من ايه؟ من بعد تاني ولاده. من بعد تاني ولاده، اول ولاده لا. فالسؤال التاني بقى، انا مثلا صوتي عالي، فانا احنا انا وجوزي يعني كويسين مع بعض وكل حاجه، بس طبعا الصوت العالي بيضايقه. فما ان انا كمان عندي اولاد وكده وعناديين، فانا مش عارفه اتعامل معاهم ازاي، ومش عارفه ازاي انا اهدى من العصبيه والتوتر اللي عندي دايما. ف بس لحبيتك بس. طيب اول سؤال بالنسبه ل يعني حاجه ثانيه دكتور؟ لا لا خلاص. طب يا حبيبتي اسمع الاجابه بقى. هو اول سؤال بالنسبه لوسواس الموت، احنا كلنا نكره الموت، نكره الموت. لكن ان انا اعيش بوسواس الموت، هي بتقول لك بقى لها 7 سنين وما ماتتش. صحيح. يعني يعني انت ربنا يبارك في عمرك، يعني انت عايشه. يعني الموضوع يعني له علاج ده يا دكتوره ولا ملوش؟ بصي انا ما اقدرش اجزم دلوقتي بعلاج معين، لان هي عايشه حياتها يعني السنين دي كلها، بس انا ما اعرفش هل ده ترتب عليه حاجات تانية ولا لا. يعني هي ممكن تتواصل معانا في الاداره، يعني نشوف الجزئيه دي هل ترتب عليها احداث معينه ولا لا. لكن هي لو هي عايشه حياتها طبيعيه، بس هي بتجيلها المخاوف دي، بتروح وتيجي كتير ومتعايشه، مش موقفه حياتها. يعني الفكره ان انا هنا عندي، هل هي خوفها من الموت بيوقف حياتها؟ يعني خليني قاعده كده على جنب الخايفه اموت، ولا عايشه حياتها طبيعيه بس الهاجس ده بيجي لي كتير؟ ده تفرق معانا. فالفكره هنا ان انا اقول لها حاجه بسيطه جدا. ما حدش فينا عارف هيموت ازاي، ولا حد هيقدر يمنع الموت، ولا هجيبه بطريقه معينه او بطريقه مختلفه. يعني مش هينفع اقول انا ما انزلش عشان ما اموتش بحادثه. ايوه تمام. خلاص كده الوقت ولا ايه؟ هو الوقت بصراحه جري برده. معلش ما جبناش حتى مش عارفين نجاوب على السؤال التاني. تمام. وبس عايزين نقول سؤال الحلقه. حاضر. هو بمناسبه بقى سوره الكهف النهارده، مده نوم الفتيه في الكهف كانت 307 سنه، 308 سنه، 309 سنه. تمام. يختاروا برده الاجابه ويبعتوها مجمعه في 30 حلقه. 30 اجابه. 30 اجابه ان شاء الله. اخر الشهر باذن الله هنعلن عن يعني كله هيبعت على الصفحه. لا مش اخر الشهر طبعا، الفائزين ده بعد بقى ايه، بعد العيد ان شاء الله نكون بس عرفنا الاجابات الصحيحه باذن الله. ان شاء الله. تمام. والاسم طبعا يكون ثلاثي بعد اذنكم، والتليفون والايميل، علشان تبقى المعلومات كلها مستوفية، علشان نقدر نركز في الإجابة. أي حاجة ناقصة، إجابة ناقصة أو بيانات ناقصة، مش هنكمل ده يعني. مش هيك نورتينا، وكان نفسنا نكمل بكرة إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله. إن شاء الله. متشكرين ليكم جدا، وإن شاء الله بكرة في نفس الميعاد بإذن الله، وحلقة جديدة وعنوان جديد. كنت معكم إيناس كامل. السلام عليكم. أنا تعبت يا رب خلاص ومش لاقي حل. مالك ماشي بتكلم نفسك ليه؟ تعبان جدا. من إيه طيب؟ من كل حاجة. هو في إيه يفرح في الدنيا؟ خناقات البيت وطلبات العيال ومشاكل الشغل، حتى الفلوس مش بتكفي. طيب إهدى بس وسيبها على الله. خلاص أنا تعبت، الواحد ينتحر ويخلص، ده الحل الوحيد. سيبني أنا مش عاوز أتكلم مع حد. لا طيب استنى هقولك على حاجة. أنت محتاج حد يسمعك.
هو مين بيسمع حد اليومين دول؟ كل واحد مشغول في حاله. طيب اسمع بس، الموضوع سهل. انت سمعت عن دكتورة جيهان؟ مين دي يعني؟ دي يا سيدي استشاري أسري ونفسي. انت فاكرني مجنون؟ لا لا استنى بس، انت محتاج حد يسمعك ويفهمك ويساعدك تحل مشاكلك بمنتهى البساطة. يا سلام، ببساطة كده؟ أيوة، انت خسران ايه؟ وانا متأكد انك مش هتفكر في الانتحار تاني. اصل عمر الانتحار ما كان الحل. الأكاديمية الدولية لتطوير الذات اختلاف